لحضراتكم الفقرة الأخيرة اللي هي عن التغذية. بنتكلم تغذية في الشتاء، كمان تقوية المناعة، ممكن نعمل إيه علشان نقوي المناعة بتاعتنا في ظل كورونا أو جائحة كورونا اللي إحنا بنتكلم عنها، وكمان الويف الثانية والسلالة الجديدة اللي إحنا أو العالم دلوقتي بيتكلم عنها. فالوضع بقى من ناحية التغذية والصحة هتبقى عاملة إزاي، وإيه الأكلات اللي ناكلها وإيه الأكلات اللي نبعد عنها؟ يعني خلينا نعرف كل التفاصيل دي، وكمان هنقرأ استفسارات حضراتكم أكيد مع دكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح الفل عليكم. منور الدنيا. تسلم يا جميل. دكتور رامي امبارح يا أول امبارح عمل بوست لذيذ جدا، حط صورة فوق للاعب كمال الأجسام المصري العالمي بيج رامي، والصوره دي هو شخصيا تحت، قال لك اللي فوق ده بيج رامي واللي تحت سمور رامي. ايوه لو بيج رامي ده حجم صعب قوي. خلينا نتكلم ده كاتيجوري تاني. ده موضوع تاني، ده غير البشر ما شاء الله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام صباح الفل. يعني فعلا زي ما كانت نواند بتقول، احنا عندنا يعني ملفات كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها في الفقره دي بالتحديد، وخصوصا الجزئيه بتاعه المناعه دي نقطه في منتهى الاهميه برضو، وخصوصا مع حضرتك بقى سيدي العارفين بقينا بنتكلم على كوفيد 20 كمان. يعني بدل ما بنتكلم ان احنا تخلصنا من كوفيد 19 لا استجد علينا كوفيد 20. هل هذا الامر المستجد يستدعي تكنيك مختلف في التعامل مع تقويه المناعه؟ خلينا الاول نبقى متفقين ان جهاز المناعه هو السلاح بتاعك اللي هيكافح، سواء كان 19 20 انفلونزا اي نوع من انواع الفيروسات والبكتيريا. خلاص الجائحه دي كشفت الدنيا ان انت سلاحك الوحيد هو المناعه، مش الادويه اللي هي، لا انت هتدور كمان على المكملات الغذائيه اللي هتدعم جهاز المناعه، فانت بتخليه جاهز انه يقاوم بقى. التمحور ده طبيعه الفيروسات، الفيروسات مش كائنات حيه. الفيروس هو يعني هو عباره عن كود بيخش يغير الكود جوه بتاع الخليه اللي بيضربها والدنيا بتبوظ، تمام؟ فالتمحور ده صفته. يعني انت التعامل مع التهاب الكبد الوبائي، فيروس التهاب الكبد الوبائي كان منتهى الصعوبه. ليه؟ لانه كان بيتمحور على طول، انت كل ما تخش تلاقي حاجه ثانيه، تخش تلاقي حاجه ثانيه. فالتمحور ده طبيعه الفيروسات، ويبقى جهاز المناعه وتعرفه على الفيروس وتعرفه على الكود ده هي دي اللعبه. يعني الكود ده داخل جهاز المناعه عرفه بيقاومه، خلاص خلصت الفكره. هل في فيروس ممكن يبقى اقوى من جهاز المناعه القوي عند الانسان؟ طبيعي ان ممكن يبقى في فيروسات جهاز المناعه ما يعرفهاش، ما يتعرفش عليها، فبيخش يتجول براحته، تمام؟ حسب بقى التمحور بتاعه وحسب اللعبه. وان كانت الموضوع دلوقتي ممكن يبقى في نسمع عن الحروب البيولوجيه وبيتبعوا القصص دي كلها في ان هو ازاي يقدر يخلي الفيروس متمحور، ازاي يخش جهاز المناعه ويخترق ويدمره مثلا. نفس فكره الكمبيوتر، يعني هو ممكن بيخش، انت عندك انتي فيروس اوريدي، عندك انتي فيروس اوريدي، بس ممكن في فيروسات ما بيقدرش الانتي فيروس يسيطر عليها، تمام؟ بس يبقى ذكاء الجهاز المناعي بتاع جسم الانسان ان هو قادر انه يبدا يدور لغايه لما يبدا يتعرف عليه. حتى التعامل مع الخلايا السرطانيه دلوقتي، التطورات في علاج الخلايا السرطانيه، برضو اللعبه بقت على جهاز المناعه مش على الخلايا السرطانيه، ان انا ازاي اخلي المناعه الكود بتاع التغير بتاع الخلايا ده ويبدا يكافحه. ده اللي ماشي دلوقتي في العالم في علاج الكانسر. ففيروس كورونا حتى لو تمحور، مهما كان تمحوره، مش هيبقى بقوه الخلايا السرطانيه، او مش عايز اقول لك حتى في قوه فيروس الانفلونزا العادي الموسمي اللي بيجي، هو اضعف من كده. بس هي الازمه عنده، يعني دايما هتلاقي الكلمه اللي بتتقال عليه سريع الانتشار، بقى انتشاره اسرع، بقى انتشاره اسهل. دايما لفظ الانتشار بيرتبط بكوفيد ايا كان فصلته بقى 19 20، هي لفظ الانتشار. يعني انت الفيروس لو بتتكلم في 10 موجودين في اوضه وفيروس انفلونزا، تقريبا بيبقى 2 او 3 ممكن يتعدوا. كورونا بيوصل ل 100%، ان ممكن يبقى ال 10 اللي موجودين صحيح. في نفس المكان. احنا بيوتنا دلوقتي ما بقاش في حد ما جالوش تقريبا، فربنا هي دي سرعه الانتشار. جهاز مناعتك اللي انت بتربيه من زمان وبتجهزه من زمان هو اللي هيساعدك دلوقتي، تمام؟ في نفس الوقت ربنا الحمد لله بيديك فرصه ان انت ممكن تشتغل على جهاز المناعه في وقتها، وده هيبدا يدعم. وده على فكره منظمه الصحه العالميه حتى في التمحور بتاع الفيروس كل لعبتها هتبقى على الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم جهاز المناعه عشان تقاوم التمحور او تخلي المناعه كويس. تتعرف على الفيروس. بما ان احنا ذكرنا بقى الادويه او الفاكسين، ناس كتير ثقافتها بالذات عندنا في الشرق الاوسط ان هو انا ما بحبش الادويه، انا بخاف من الادويه، بخاف من التطعيمات. فناس كتير اول ما اعلنت وزاره الصحه العالميه ان في فاكسين نزل، فقال لك لا انا خايف اخده. فالصح فين يعني؟ اللفظ اخاف ده مع العلم مش بالسهوله اللي انت ممكن تقولها. انا مش من السهل ان منظمه الصحه العالميه تنزل علاج او فاكسين او او لقاح بالترجمه. ايوه المترجم بتاعنا الفوري دي الانجليزي سلمك عربي بالظبط لحقتك انا بيديك لقاح
تمام، الموضوع ما يبقاش منتهى السهوله ان انا انزله للدول كلها وابدا اجرب على البني ادمين عشان اشوف رده فعل سلبيه. لا، في دول في العالم مثلا ما بتتبعش تبع منظمات الصحه العالميه، والاوريدي منظمه وزاره الصحه المصريه ما بتتعاملش معاها، بتتعامل مع الدول اللي بتعمل اختبارات وبتعمل عشان يوصل انه يبقى جاهز للتعامل مع البني ادمين. هو اللي زود المخاوف عالميا هي الاصوات اللي ابتدت تتعالى في الفتره الاخيره، الاصوات اللي بتحمل فكره تآمري وشايفه ان الفاكسين ده لا ده وراه حاجه، ده مش لله لله، وهيبقى من شأنه ان هو يغير جينات البني ادمين والتخلص من البشريه وحاجات كده غريبه جدا. هي نظريه المؤامره دي نظريه من النظريات السيئه جدا. الناس للاسف دلوقتي السوشيال ميديا خلت ان ممكن اي حد يبقى سورس للمعلومه، ممكن يبقى مصدر لاي معلومه انت ممكن تدور عليها. لا، انت في اليه للبحث، يعني انت لما تيجي تدور على قوه الفاكسين او صلاحيته، لا انت عندك شويه معطيات تبدا على اساسه بتدور في مواقع في مواقع البحث على الانترنت عشان تبدا توصل لفكره. لو انت بتفكر، وطبيعي الداتا دي مش او المعلومات دي مش هيفهمها غير حد متخصص طبعا. لكن الاشاعات وتبدا بقى الموضوع يخش في صوره كوميكس او صوره هزار طبعا. فانت في اللاوعي بيتصدر لك، لا انا دي حاجه مجهوله فانا خايف منها، ده هتسبب لي مشاكل صحيه، هتسبب لي مشاكل، وان كان يبقى الجهل هو السبب الرئيسي في ان الناس تفكر بالطريقه دي. فانت انت ده حاجه طبيه، ادي فرصه للناس الدكاتره والمنظمات. اكيد اكيد وزاره الصحه المصريه مش هتحطك في تحت اختبار او لكده، لان هم يهمهم، لان هو انت دلوقتي العالم كله في اتجاه ان هو ما فيش حل غير المصل، جهاز المناعه والمصل. طب لو جهاز المناعه ما اتغلبش، ما انا مش هسيبك تموت، انا هدي لك مصل، فالموضوع هيلف علينا كلنا. هنتكلم بتفاصيل اكتر عن جهاز المناعه وازاي نقويه والاكلات والكلام ده كله، بس خلينا نبدا كده سريعا برضو فكره ان امبارح كان بدايه فصل الشتاء، والشتاء بطبيعته الناس بتبقى حركتها ابطا لحد كبير وبتاكل كتير، فناس كتير كتير جدا تخنت كمان في الصيف 2020 من الحظر اللي كان موجود، فعايزين نصايح علشان محدش بقى يزيد كمان وزنه، خصوصا الناس اللي هي ما بتحبش تمارس رياضه، لان دول فئه كبيره برضو. دايما في ظروف بتبقى فرص للبني ادمين ان هو ينزل فيها في الوزن وان يظبط جسمه، دايما فصل الشتاء من الظروف دي. ليه؟ الشتاء الشتاء من العرق، الحرق بيزيد تقريبا ممكن نقول ضعف اللي موجود في الصيف. دي معلومة بالنسبة لي جديدة. لا ده مهم جدا الناس تعرف ان في ظروف كده، يعني الست مثلا في فترة الرضاعة دي من الظروف المهمة جدا ان الست بتحرق فيها كتير جدا. فصل الشتاء الجسم محتاج طاقة عشان يبدا يدفى ويبدا يعادل فرق درجات الحرارة من جوه ومن بره. هو بالنسبة له اللجوء للخلايا الدهنية الموضوع بيبقى صعب. هو ده الخزنه بتاعته، ايا كان بقى انت تخين رفيع عندك شويه دهون، دي الخزنه انا ما بلجأ لهاش الا في الظروف القصوى. الجا لايه؟ ان انا استفزك انك تدخل لي اكل من بره، فانت على طول عايز تاكل عشان جسمك يبدا يحولها لطاقه. لو انت قدرت تتحكم في المرحله دي وتحكمت في مستوى الانسولين في الجسم عشان ما يطلبش منك انك تاخد من بره، هتجبره انه ياخد منين؟ من جوه، فيبقى انت ضربت عصفورين بحجر. كلت وفي نفس الوقت اجبرته ان هو ياخد من المخزون وبالتالي يبقى خس. فانا عايز الناس تستغل الفرصه دي عشان ما يجيش الصيف. والناس بتربط فكره الخسسان بالنشاط، ان هو بيجي الصيف انا بعرق فانا بخس. خالص العرق ملوش علاقه بالخسسان تماما، والا كان كل الناس في الصيف خست لوحدها وهي بتاكل. لا، على اساس الشتاء في حركته ابطا او اقل، يعني هي الفكره في كده. ما انت لو بتجري وبتتحرك ما انت هتولد الطاقه الحراريه اللي انت محتاجها، فبالتالي هتدفى فمش هتاخد من الاكل. احنا بنسلم نفسنا للمعتقدات القديمه اللي هو الشتاء فانا لازم اكل، الشتاء جه بالليل فانا برد فانا لازم اكل، حتى لو هو مش جعان هو بيبدا يترجم ده في اللاوعي برضه. صح والله. فاحنا لو قدرنا شكلك بتعملي كده. انا امبارح يعني ايام كتير ببقى اللي هو مش جعانه، بس وقت العشاء جه طب نتعشى، بس مش جعانه مش هيجري حاجه، العشاء جه. طيب احنا طبعا الى جانب اسئلتنا انا ونهواند برضو عايزين نمشي كده واحده واحده مع مجموعه من اسئله المتابعين والمشاهدين، منهم سؤال ملفت جدا للنظر الحقيقه، سؤال جانا من الاستاذ فارس نبيل بيسال حضرتك يا دكتور رامي، هل مقياس الجسم المثالي هو شكل الجسم ولا مؤشر كتله الجسم؟ وبيضرب مثال بيه هو شخصيا، بيقول انا طولي 189 ووزني 92 وشكلي مقبول جدا، لكن مؤشر كتله الجسم اكبر من 24، وعشان احقق مؤشر كتله جسم طبيعي لازم يبقى وزني 85 او اقل. مبدئيا كده مؤشر كتله الجسم، خلينا الاول مؤشر كتله الجسم او معدل كتله الجسم هو البادي ماس اندكس، انت بتاخد وزنك تقسمه على مربع الطول بالمتر. يعني هو وزنه قال ان هو وزنه كام؟ قال وزنه 189 ما شاء الله. لا سوري عفوا، ده طوله، ده طوله 189 ووزنه 92 92 ده الوزن على ال 189
حولها من السنت للمتر هيبقى 1.89 في 1.89، فهيطلع لي رقم. لو الرقم ده ما بين 18 و25 فالشخص ده في النورمال ويت، في الوزن الطبيعي. لو من 25 ل 30 فده زياده في الوزن. طبعا الكالكوليتر انا عايز احسبها معاك. لا انت راحت علينا حاسبه على طول. نحسبها. تمام. فمن 25 ل 30 ده زياده في الوزن، من 30 ل 35 ده سمنه، من 35 فيما فوق ده سمنه مفرطه. أوكي. مؤشر كتله الجسم عندك تفاصيل كتيره عشان تبدا تطلع الرقم ده. في فرق بين اللي هو الوزن المثالي رقميا والوزن المثالي على ارض الواقع. يعني هو رقميا طوله 189. احنا هنحسبها ونقولها بعد الفاصل. 189 وزنه 92 بالظبط. رقميا يبقى المفروض ميزانه يبقى تقريبا في حدود 85 ل 86 كيلو جرام، ده رقميا. بس مش شرط ان الرقم ده يبقى هو ده الطبيعي، اللي هو يقف قدام المرايه يحس انه مبسوط. عشان كده حتى الجزء الاولاني من سؤاله كان كده، يعني هل مقياس الجسم المثالي شكل الجسم، يعني عينك مستريحه للي انت شايفه ولا هو الجزء اللي كنا بنتكلم فيه؟ في ناس كتير قوي بتجري ورا الرقم المثالي وبيتعب وبيبذل مجهود عنيف وبيكتشف ان هو في الاخر مش قادر يوصل، فبيحبط فبيبدا الدنيا تبوظ منه. بالظبط. شكلك المثالي هو شكلك اللي انت راضي عنه، لان انا عندي كدكتور تغذيه تفاصيل كتيره جدا. لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل على موضوع الان بودي او الميزان التفصيلي اللي بيطلع لي ميه وعضلات ودهون، وتوزيع العضلات وتوزيع الدهون بتختلف. احنا 7 مليار بني ادم على وش الارض، ب 7 مليار ان بودي مختلف. فانت الاختلاف ده هو ده اللي بيدي لك الفكره، هل انت ماشي صح ولا لا، هل انا كميه الدهون عندي في المستوى الطبيعي ولا لا، هل انا كميه العضلات في المستوى الطبيعي. طب ما تريحني يعني. احسبها لك. احسبها لي بس ما تقولش للناس وزني انت. تيجي نحسبها في الفاصل. نحسبها في الفاصل واطمنكم علينا بعد الفاصل. منها الناس تاخد بريك ومنها نعرف الحسبه بتاعت الهواندا عامل ايه. الفاصل ثم عوده العكس الصحاب الاهلي. اتفضل. طيب رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولسه معنا دكتور رامي صلاح الدين اخصائي التغذيه العلاجيه، وكنا بنقيس اللي هو كتله الجسم ليا انا وكريم. والمفاجاه بقى قول خلاص ما فيش مشكله، الموضوع بسيط يعني. اسرار مرض قول عادي احنا بنظبطها كده يعني. خلي الناس ما تقولش. لا انا هقول علشان حتى يبقى ده الواحد يتحفز ان هو يغير ده. يعني طبعا ليها حسبه دكتور رامي عملها لنا بالوزن والطول، يعرف كتله الجسم الدهون قد ايه ومحتاجه تخس قد ايه. انا بلا فخر لازم اخس 8 كيلو دهون. ايوه. وكريم وانا لازم اخدهم ال 8 دول لا انت قليل جدا. النسبه عند كريم قليله صح؟ النسبه عند قليله. بس برضو خلينا نعرف الناس مره ثانيه عشان يعرفوا هم يحسبوها لنفسهم. يعني الجمله اللي حضرتك قلتها كده طريقه الحسبه. بناخد الوزن نقسمه على مربع الطول بالمتر مش بالسنتيمتر، بالمتر مربعه يعني يتضرب في نفسه مرتين. أوكي. فبيطلع لي رقم. لو الرقم ده ما بين 18 و 25 فده في الوزن الطبيعي. أوكي. 25 ده الهاي نورمال اللي هو اعلى حاجه في الطبيعي، وال 18 ده اللي هو نورمال اقل حاجه. أوكي. من 25 ل 30 فده زياده في الوزن، زياده في الوزن فانت بتتكلم في كاتيجوري اللي هو اغلب المصريين. تمام. من 30 ل 35 فده سمنه، ابدا اقلق، ابدا هيبقى عندي مشاكل كده، مشاكل صحيه بقى ممكن تنتشر. مشاكل يعني الشخص ده مش بسيط ده. 35 فيما فوق فده سمنه مفرطه اللي هو المفروض انديكيشن للجراحه، اللي هو بيبدا خلاص انت خلاص. هو المفروض ان انت اول اليه بتتحسب للي هيخش جراحه لو البادي ماس اندكس بتاعه اكتر من 35. هو 35 ده يا دكتور عفوا يبقى وزنه تقريبا قد ايه؟ بناء على طوله يعني، فهتختلف الاطوال يعني. يعني مثلا لو بنتكلم في شخص متوسطه وطوله مثلا 180 سنتي فانت بتتكلمي في حد مثلا 100 حاجه و50 يعني فوق ال 100. ولازم يكون يعني العلاج جراحه؟ لا مش لازم، مش لازم. لا ده هو دايما المريض اللي بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا عشان عايز يخلص. حل الجراحه ده تبقى جراحات السمنه من جراحه في اول وفي الاخر جراحه، فليها اليه مش عشوائيه. هو مش قرار انت بتاخده فبتروح تعمل الموضوع، لا ليه اليه جراحه اللي هو خلاص انت ما فيش اي وسيله نافعه معاك، ما فيش اي طرق، مش قادرين نسيطر عليك، ما فيش فبيتجه لاتجاهات الجراحه. ويبقى الدايت والصحه الغذائيه واللايف ستايل وقوه دكتور التغذيه سبيل لاي حد ان شاء الله يكون معدي ال 200 كيلو. عندي سؤال سريع جدا، ازاي اقلل دهون؟ يعني لو حد الحسبه دي حسبها دلوقتي وطلع ان نسبه الدهون اعلى، ازاي يقلل الدهون دي؟ يعمل ايه في التغذيه تحديدا؟ الصيام المتقطع زي ما انا قلت لك، ده يعتبر من اهم الانظمه اللي موجوده دلوقتي على مستوى العالم. تمام. وبيكون قصاده الكيتو دايت. خلينا نحط الكيتو دايت على جنب لانه ليه اليه لوحده، عايز له حلقه وحواليه شبهات شويه. بالظبط نفس الفكره. فانا عايز حاجه احنا كلنا لو 10 في المكان 9 يتفقوا عليها، فيبقى الصيام المتقطع هو اللي بيقدم لك الدعم. ازاي يعني متقطع ده؟ الصيام المتقطع ده ليه درجات. يبقى اهم درجه فيها 16 ساعه صيام 8 ساعات اكل. 16 ساعه صيام عن الاكل بس، انت بتشرب ميه، بتشرب شاي، قهوه، ينسون، قرفه، جنزبيل. اقعد 16 ساعه ما اكلش خالص، منهم عدد ساعات النوم. ما بتاكلش حاجه تستفز الانسولين، ما بتاكلش، ما بتدخلش جسمك حاجه تخلي الانسولين يطلع. فطول ما الانسولين اصلا ليه ادوار تانية كتير غير ان هو بياخد الجلوكوز يدخله جوه الخليه يتحول لطاقه والقصص دي كلها. تمام.
فطول ما انت محافظ على المستوى بتاعه في المعدل الطبيعي انت مش هتجوع. طب مش هندوخ مثلا محتاجين سكر لا خالص. انت في بقى متابعه، ما هو ايه دي الفكره بقى، بيبقى في متابعه لارقام السكر بتاعتك، بيفضل عليها كنترول في المستوى الطبيعي بتاعك، نشاطاتك بتزيد، الجروث هرمون هرمون النمو بيعلى الاضعاف، يعني ممكن يوصل لألف الضعف من الطبيعي. هل النشاطات اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تشمل المروح الجيم؟ لان في سؤال جاي لنا بالصدفه على ذكر الصيام المتقطع اللي بتتكلموا عليه، سؤال من الاستاذ حسام درويش بيقول ينفع جيم مع صيام متقطع وتتنظم ازاي؟ ينفع طبعا. دلوقتي لو انا بروح الجيم عشان ابذل نشاطات بصوره معينه، فانت اي وقت في اليوم مش هيفرق معاك النشاطات دي، سواء بس بتطلع تريد ميل، تلعب عجله، بتعمل غير الناس اللي بتعمل ماسل جين، الناس اللي بتربي عضل، اللي بتعمل كتله عضليه، فده محتاج دعم من الاكل. يعني هو بيبقى مرتب نفسه مثلا ان هو بيروح الجيم مثلا الساعه 8، فيبقى الساعه 9 9 ونص لازم يخش له وجبه بروتين او وجبه كربوهيدرات بسيطه عشان يبدا العضلات تعبي جلايكوجين تاني من الطبيعي، تمام. لكن لو الشخص العادي اللي هو بيمارس رياضه ال 24 ساعة ممكن تلعب فيهم رياضة بأي صورة من صورها، ويبقى الصبح أفضل وضع أو أفضل توقيت لأن أنت تمارس في رياضة. أمارس ولا وأنا واكل، زي ما قلت لك هي طبيعة النشاطات اللي أنت هتبذلها في الجيم هي اللي هتفرق. هل أنت بتلعب عشان تربي عضل، فأنت هتاخد في التوقيت بتاع 8 ساعات، لو أنت بتلعب بصورة طبيعية بتخس بتعمل أي حاجة، فالتوقيت بتاع الصيام مش هيفرق كتير عن التوقيت بتاع الأكل نفسه. برضه في سؤال جاي لنا من أستاذ محمد طارق، والحقيقة بيتكلم على تفصيله يمكن دايما بتثير جدل بيني وبين اهواد، وهي صح طبعا الحقيقه يعني، بس انا اللي عامل مش واخد بالي. سؤاله كالاتي، بيقول صباح الخير، يومي بيبتدي من الساعه 1 الظهر ل 9 بالليل في الشغل، وما عنديش امكانيه ان انا اخد معايا اكل في الشغل، فبضطر اعتمد على اكل الشارع يوميا. فبيسال حضرتك اطلع ازاي باقل خسائر من الجريمه دي حسب دلوقتي في مطاعم كتير أكل جدا. اكل الشارع ده عنوان السؤال باختصار. ما هو لفظ اكل الشارع على فكره، في مطاعم دلوقتي بتقدم لك الحاجات الصحيه. اي نوع من انواع السلطات موجود، المشويات موجوده، فانت عشان تاخد الاكل الصحي موجود. وفي بعض الماركتس بتقدم اكل صحي مسلوق وسوتيه والحاجات دي كلها، فانت ما تتحججش. لا هو اللي بيتجه لاكل الشارع غالبا بنتكلم على عربيات كبده وسجق وعربيات، ما هي ما هو انت كده خدتني مش اكل الشارع ده، احنا انت قلت لي لفظ قبل الهوا مش عايز اقوله على على الهوا، ده كاتيجوري مش هينفع، ما انت ما تحطنيش في بس غباء الكاتيجوري ده، ليه مريدين بالالاف. بص الصحه هي يعني ما فيش حاجه اغلى منها ان انت تدور ازاي تخدم عليها. صحيح. اهم من ان انت تفكر تتجوز وتبني اسره، وبين ان انت تدور على ان الكارير بتاعك يعلى وشغلك يعلى، صحتك وقت ما بيحصل دروب لا قدر الله، ما فيش اي حاجه من دول بتنفعك. صحيح. هي مناعتك وصحتك هي اللي هتدعمك، فانت بتدور. هي بس فكره، هو ممكن يكون السؤال اللي هو انا من 1 لـ 9 في الصيام المتقطع مثلا ممكن اعمل ايه في التوقيت ده. عادي جدا لو انت طبيعه يومك مثلا ليليه، عادي جدا ان الثمان ساعات يبقوا موجودين في الليل، ويبقى معدل الحرق في الليل غير الصبح، لكن يبقى الجسم بيحرق صبح غير ليل. لان في ناس تيجي يقول لك في المعتقدات الخاطئه بتاعت الدايت الساعه 7 وقف اكل عشان مش عارف الحرق بيحصل فيه ايه، مفيش الكلام ده. وانا لو خدتك في نفس التوقيت وحطيتك في الصين مثلا، فهو الجسم هيحصل له لخبطه. المهم قبل النوم بعدد ساعات معينه، المهم انك قبل النوم عشان تهضم الاكل اللي انت اكلته وتستفاد بيه، وعشان تنام مرتاح، لان النوم ليه اليه برضو ما بيبقاش عشوائي. طيب في سؤال، في بقى ده على فكره برضو بيحصل لناس كتير، بيقول لو حسيت بجوع او غيرت ميعاد الاكل بيجي لي صداع، وفي ناس تانية بيجي لها وجع في معدتها، يعني حسب اللي بيحسوه بيجي لي صداع رهيب مش بيروح حتى لو اكلت، الحل ايه؟ يعني هو بيقول دايما ان الصداع مرتبط بالجوع عنده، هل ده هو فكره ان المخ مستني غذاء معين في توقيت معين، فانت حسب ما بتعوده. نفس الفكره اللي بنيجي في صيام رمضان، اللي هي الناس في اول يومين تبدا تلاقيه بيعاني اول يومين لانه قطع الاكل في التوقيت اللي كان بيفطر فيه، فالمخ محتاج غذاء معين في التوقيت ده. فالاليه دي حسب ما انت بتدرب مخك عليها، حسب ما انت بتدربه عليها. هو متعود ان هو بيجي له اكل في التوقيت ده، فهو مستني. طب هو ما جاش، يبدا يستفزك، اللي هو يعمل صداع او يعمل بقى اللي هو المعده، فتحس بمغص شديد، تحس بتقلصات. انا عايز، تمام. في ناس بتبقى عندها رده فعل الجسم عاليه شويه او مبالغ فيها بمقارنه بالشخص الطبيعي، بس يبقى تدريبك على الجسم زي ما بقول لك الصيام المتقطع، انت بتعاني اول يوم او يومين، بعد كده الموضوع بيبقى طبيعي جدا. ليه؟ لان انت حافظت على مستوى الانسولين بمعدل معين في توقيت معين، وبالتالي الجسم هيتعامل معاك بنفس الاليه دي، لان الجسم سمارت انف، ذكي كفايه انه يتعامل مع الوضع اللي انت بتحطه فيه. ويبقى الدليل ثالث يوم ورابع يوم رمضان لغايه اخر الشهر انت ما بتحسش بجوع. طيب سؤال، الصيام المتقطع ده يعني اشرب مثلا عصاير فيها سكر، اشرب ممنوع. ممنوع اي حاجه ليها علاقه المسموح، اي حاجه تستفز الانسولين في فتره شاي اخضر بقى، نسكافيه، لبن، ممنوع لبن،
وضع صعب كده. لا لا مش صعب ليه، انت تشرب ميه، شاي، قهوه، ينسون، تشرب ميه يعني ده اوبشن. كل الباقيين دول مش جايب خالص قرفه، ينسون، من غير اي حاجه تتاكل يعني، مش اي حاجه كلها خالص، ولا برتقانيه. ما احنا 16 ساعه. طب ما كده ما نفس فكر الكيتو دايت. لا خالص، مين قال؟ خلي بالك في نقطه معينه، في ليفل من الصيام المتقطع بيبقى 24 24، لا ده 24 ساعه نتوفى كده، ده هاي ليفل تمام، ده مستوى عالي من الناس. الكيتو دايت ليه اليه ثانيه، الاليه نفس الفكره ان هو يعمل كنترول على الانسولين، بس هو بينزله شت داون، بيقفله تماما ويطلع حاجه اسمها الاجسام الكيتونيه. فده عارف انت شريحه اتصال ودي شريحه اتصال تانية خالص، فاهم انت نفس يعني كالعاده. دكتور رامي قعدتك حلوه ومفيده وبنستفيد جدا جدا منها، وسعداء جدا كالعاده لوجودك معانا، بنشكرك شكرا جزيلا. شرف ليا. الفقره هتكون يعني متكرره ان شاء الله بجد حسب طبعا مواعيد حضرتك، لان لسه فيه استفسارات كتير، واعتقد الملف ده ملف مهم جدا للناس، فكره الصحه والرياضه ما ينفصلوش، وكمان الحياه السليمه. خلينا نقول الحلقه خلصت كده، اختمها انت بقى يا فندم. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن كريم. اه والله. طيب حلقتنا خلصت، بكره باذن الرحمن ان عشنا وكان لنا عمر قبل دلوقتي بساعتين، يتجدد اللقاء وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. السلام عليكم.